دوات اليوم كانت كتعلق بالجريمة الإلكترونية، يعني لا على المستوى التشريعي، على المستوى المؤسساتي، كيف حماية المجتمع، حماية الضحية، وكيف يمكن التأطير القانوني للمجموعة ديال مظاهر الجريمة الإلكترونية. طبعا الجريمة الإلكترونية يمكن تبدأ من التشهير والقذف والسب والإهانة، ويمكن نوصلوا لجرائم خطيرة اللي كتوصل للتجارة بالبشر عبر استعمال الدعامة الإلكترونية، اللي كنشوفوا مجموعة من الجرائم اللي كترتكب من خلال التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة الآليات الإلكترونية، لاستقطاب واستدراج مجموعة ديال الضحايا وتنقيلهم. هذا هو الفهم ديال جريمة التجارة بالبشر في القانون الجنائي المغربي، اللي طبعا لائموا مع بروتوكول باليرم من أجل محاربة الجريمة والتجارة بالبشر. التجارة بالبشر كيجي مجموعة ديال الأفعال اللي كترتبط بوسائل من أجل أهداف. التجارة بالبشر في هذا الوضع ديال استعمال الدعائم الإلكترونية كيتم به الاستدراج ونقل يعني الضحية بوسيلة من الوسائل اللي منصوص عليها، والهدف كيكون إما استغلال جنسي، إما بيع الأعضاء، إما السخرة، إما يعني هذه الأهداف من أجلها كترتكب هذه الأفعال الإجرامية، وكتكون الوسيلة ماشي العلاقة مباشرة، ولكن كتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستعمال الدعائم الإلكترونية. دونك الخطورة فين كتكمن هو أحياناً أنا كنقول ماشي فقط غير التجارة بالبشر، كتوصل حتى الجرائم أخرى إرهابية، كتوصل الأفعال إجرامية خطيرة. الإشكال هو أحيانا الفاعل كيكون غير واعي بالخطورة ديال الاستعمال ديالو لهذه الوسائل، وفي المقابل كيكونوا ضحايا كذلك اللي غير واعون باستعمال هذه الآليات الإلكترونية اليوم وهذه الوسائل الإلكترونية، وبالتالي كتم فيه معاقبة بعقوبات اللي هي مشددة، ولكن في المقابل ضحايا كيبقاو يعانون من هاد الجرائم طول حياتهم. لهذا كنظن خاصة من خلال هاد الندوة في مؤسسة جامعية هو التحسيس والتوعية وتأهيل المجتمع، لأنه الرقمنة دخلت إلى بيوتنا وإلى عملنا وشوارعنا وكل المجالات، يعني من غير ومن دون تأهيل الإنسان للتعاطي مع هذه الآليات وهذه المواقع التواصل الاجتماعي وهذه الابليكاسيون وكل هذه المظاهر الجديدة اللي نفرض اليوم الدولة بجميع مؤسساتها والمجتمع المدني وكل مؤسسة تنشئة اجتماعية تحمل مسؤوليتها، لأن إلى ما حصرناش هذا الشيء راح تكون العواقب وخيمة جدا لا على أبنائنا ولا على مجتمعنا.